إيه. السلام عليكم. قبل 6 أشهر كاثرنا نبات الدفن باخية ونشرنا المقطع باليوتيوب بالإنستغرام، وهذه النتائج الحين. يعني اليوم راح أشيلهم من البريلايت وأزرعهم في الأصايص. قاعد نجهز التربة. التربة عبارة عن بوتينج سويل وبوتموس وبريلايت، ثلاثة اثنين واحد، يعني ثلاثة بوتينج سويل المقدار، والبوتموس يكون 2 والبريلايت يكون 1، ونخلط التربة عدل ونعبي الأصايص ونشيل نشيل عندنا النبات الدفنباخية. طبعا الحين كذي طلع له جذور وطلع له النمو الخضر يبلش، فنعزلها كل واحدة لحالها ونحط ونعطيها اللي هو السماد السائل او سماد الام بي كي. انا استخدم سماد ام بي كي من ايس، يصلح حق النباتات الداخلية وصار لي سنين يعني استخدمه جيد. نشرب التربة ماي عدل، الساقية الأولى دائما نشربها عدل، نخلي الماي يطلع من فتحات التصريف تحت. نجهز لهم الحفرة، نخليها بالطول، إن احنا قصينا العقل تقريبا 12 سنتي، نخلي لهم الحفر بالطول ونجهزها. هذه الدفنباخية يعني تحتاج من اكثارها الى ان توصل لمرحلة نقدر نستغلها نخليها داخل في البيت وتنمو، يعني تصير حجمها زين. تحتاج الى 1.5 سنة. الحين 6 أشهر، شوفوا هذه النتائج بعد 6 أشهر. تحتاج بعد 1 سنة يعني الى ان تكبر الاوراق وتطلع الاوراق بكثافة. مشكلتها الدفنباخية لما تشترونها من المشاتل تلقونها حلوة، أوراقها كبيرة ومتناسقة، يعني قوامها جاي متناسق. لما ناخذها ونخليها داخل البيت بعد فترة، يلا كومارشين نشتغل، لما ناخذها نخليها داخل البيت بعد فترة، لا تاخذ هذا الصغار كبار، بس الكبار. ما تشوفه هنا؟ إيه. بعد فترة داخل البيت نشوف ان اوراقها صغرت وبدت ترتفع الطول، يعني يصير شكلها مو حلو، الساق يرتفع واوراقها التحتية تطيح، و يعني ما تصير حلوة. شوفوا هذا الحين الجذور، شوفوا الجذور، شوفوا النمو الخضري. يلا ازرعها. فالسبب طبعا ما نقدر نسيطر عليها، لان السبب انه شنو، هذه تحتاج الى ضوء ساطع. الضوء الساطع طبعا ما يصير الا في المحمية داخل، اما داخل البيوت ما في الا قريب من الشباك يعني، واذا جربناها من الشباك احتمال الشمس، اشعة الشمس تحرق اوراقها بعد، يعني لازم تكون جنب الشباك او اذا كان الباب زجاج، لكن الشمس ما توصل يعني ما تنعكس على الاوراق. هذه شغله. الشغله الثانيه اللي تحتاج لها، تحتاج الى كميه رطوبه، يعني الرطوبه الموجوده بالمحميه مناسبه لها، لكن داخل البيت عندنا بروده، والبروده هذه يعني الهواء بارد لكنه ناشف، ما في رطوبه داخل البيت.
من المكيفات السنترال اللي عندنا والمكيفات الوحدات هذه ما تسوي لنا رطوبة، يعني مو مثل مكيفات الماء. بعض الدول اللي يستخدمون مكيفات الماء تبريد البيوت عندهم ممكن هذه يعني تعيش عندهم أفضل. طبعا نعطيها سماد الام بي كي اللي هو عالي النيتروجين، عالي النيتروجين لانها كلها نمو خضري، يعني النباتات الداخليه اغلبها نمو خضري، ما فيها لا ثمار ولا فيها ازهار، فدائما يكون اول رقم هو العالي. انا وريتكم طريقتين يعني للكثار، واحده بالبرلايت والثانيه بالتربه العاديه، بوتموس وبرلايت وتربه زراعيه، اي يعني اي وسط هذا الماشي تنبت فيه بالكثار. يلا هذا الحين الصندوق الثاني. الميزة البرلايت إذا جينا نشيل الجذور ما تتقطع، يعني البرلايت خفيف، أما التربة شوية تكون يعني قاسية على الجذور، يعني لازم بحذر نشيل العقلة، خصوصا هي جذور جديدة. أوكي ازرعها، خلها بالنص. الحين عندنا بعد اعتقد البوكس الثالث، زرعنا في الفوتموس والكوتينج سويل. هذه كلها تواريخها مو بنفس الوقت، يعني هذا الحين ب21/3، هذاك الصندوق اللي كان فيه البرلايت اقدم من هذا الصندوق، عشان كذي هذه بعدها يعني جذورها. ازرعها هذا شهر 3 واحد يعني 31/3. هذا الصندوق الرجعة مكانه لانه صار له شهرين بعد باقي العقل ما انبتت. هذا الصندوق الثالث زرعناه بالبوتموس، افضل واحد فيهم الفرلايت، بس طبعا ياخذ وقت لان هذا الصندوق بعد هم جديد مش مو حاطين له تاريخ. هذه النتائج، ولا زالت يعني في بعض العقل ما انبتت ننطر عليها. هذه 11 نبته الحين طلعنا منها، وشاكر لكم على المشاهدة والسلام عليكم.